السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم. ايوه اعزائي الطلاب كله سامعني؟ سامعين. تمام. معلش اصل الصوت ما كانش واصل لي، فظبطت بس الصوت لغايه بس ما الدنيا تبقى زي الفل ان شاء الله. خلاص كده كلكم سامعيني ان شاء الله؟ تمام كده. الو ايوه السلام عليكم. تمام تمام طيب اعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادعو الله سبحانه وتعالى ان تكونوا بخير وسعاده، وان يديم على وطننا مصر نعمه الامن والامان، وان يحفظها من كل مكروه وسوء. ان شاء الله باذن الله معكم استاذ سامح، سنتناول اليوم درس جديد في النحو بعنوان اللازم والمتعدي. طبعا انا فاتح الصوت، انا مش عايز اقفل الصوت عشان خاطر يبقى في مجال الحوار بيني وبينك. تمام، الكل سامعني؟ طبعا انا ممكن حد يرد عليا يقول لي اي حاجه عشان اتاكد. الصوت مقفول اهو. سامعينك يا مستر؟ طب تمام، الصوت شغال، الصوت شغال. الصوت شغال. طب خلاص انا هقفل الصوت ان شاء الله، وبعد كده لما اطرح مجال للنقاش هبقى ان شاء الله ايه تمام. هفتح الصوت ان شاء الله. تمام حبايبي. طيب النهارده ان شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان اللازم والمتعدي. في البدايه لازم نعرف يعني ايه فعل لازم وفعل متعدي، ماشي يا اولاد؟ لو بصينا الامثله التاليه، عندما اقول حضر المسافر، حضر المسافر، نلاحظ هنا يا اولاد الجمله هنا جمله فعليه. ليه؟ عشان بتبدا بفعل اللي هو حضر. حضر طبعا فعل ماضي، والمسافر فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تمام، بنلاحظ حاجه هنا، بنلاحظ ان الجمله لا تحتاج الى مفعول به، او الفعل حضر اكتفى بالفاعل ولم يحتاج الى مفعول به. المثال الثاني، عندما اقول ذهب المتسابق الى السباق، فالفعل ذهب فعل ماض، المتسابق فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، الى حرف جر، والسباق اسم مجرور وعلامه جره الكسره. برضو يا حبايبي هنا بنلاحظ ان الفعل ذهب اكتفى بالفاعل وهو كلمة المتسابق ولم يحتاج إلى مفعول به. تمام، هو ده يا ولاد الفعل اللازم. فالفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به حتى يتم المعنى أو يتم الكلام، ماشي رجالة؟ طيب هناخد أمثلة أخرى. عندما أقول على سبيل المثال شاهد المسافر الطائرة، الفعل هنا يا أولاد شاهد، الفعل شاهد فعل ماض أيضا، الذي شاهد هو المسافر، فالمسافر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لو احنا حبينا نسأل نفسنا، طبعا الجملة الفعلية بنسأل فيها سؤالين، من الذي شاهد، ها، وما الشيء الذي قد شاهده. يعني احنا بنقول مين اللي شاهد يا أولاد؟ طب وإيه الحاجة اللي هو شاهدها؟ فبنقول شاهد المسافر، يبقى المسافر فاعل. الحاجة اللي شاهدها أو اللي رآها الطائرة، فالطائرة مفعول به. بنلاحظ هنا يا أولاد أن الفعل شاهد ده متعدي. ليه؟ لأنه لم يكتفي بفاعله، ها، واحتاج إلى مفعول إيه؟ به، وهو كلمة الطائرة. وهو ده الفعل المتعدي. يبقى نقول الخلاصة، الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به.
أما الفعل المتعدي فهو الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به. في مشاكل يا حبيبي كده؟ طيب في أمثلة أخرى لو بصينا يا أولاد، منح المثال، منح الله المسلمة أو الإنسان عقلا. لو قلنا المسلمة ماشي، لو قلنا الإنسان ماشي، إحنا يعني كجملة، من الذي منح؟ الله. منح مين؟ منح الإنسان أو المسلمة. ما الشيء الذي قد منحه؟ العقل. إذن يا أولاد هنا بنلاحظ أن الفعل منح تعدى إلى مفعولين، المفعول الأول المسلمة في هذه الجملة، والمفعول الثاني كلمة عقلا. يبقى هنا يا أولاد الفعل منح ده لازم ولا متعدي؟ اللي قال متعدي طبعا هو صح، طبعا أنا ما سمعتش لأن أنا قافل الصوت بالنسبة لكم، لكن اللي قال في سره أو في داخله متعدي صح. يبقى الفعل منح هنا يا أولاد متعدي. طب الجملة هنا يا أولاد فيها كم مفعول؟ مفعول واحد ولا اتنين؟ فيها مفعول المسلم، أدي المفعول به أول، وعقل المفعول بثاني، إذن هنا يتعدى إلى مفعولين. طب قد يتعدى الفعل إلى ثلاثة مفاعيل؟ قد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ولكن يعني أنا مش عايز أصعب عليك الدنيا، أنا عايز أعرف إن تقسيم الفعل لازم ومتعدي. مرة تانية، الفعل يا أولاد إيه؟ الله. في ناس بتقول جواها أو بصوت مع نفسها، في ناس بتقول الفعل اللازم يكتفي بفاعله ولا ينصب مفعولا به. طب المتعدي لا يكتفي بفاعله وقد ينصب طبعا مفعول به أول، وقد ينصب أكثر من مفعول به. أنا إن شاء الله أنا عايز أفتح الصوت دلوقتي عشان أترك مجال للحوار، عشان لو في أي طالب مش فاهم يبتدي يتناقش معي في الجزئية دي، فسأقوم بفتح الصوت. السلام عليكم مستر. تفضل يا حبيبي. هو يعني إيه لا ينصب مفعولا به أو أكثر؟ طب الكل يسمعني، زميلك بيقول يعني إيه ينصب مفعول به أول. بص يا حبيبي، لو بصينا المثال الأولاني ده، شاهد المسافر الطائرة، الطائرة إيه؟ مفعول به، تمام؟ طيب الفعل شاهد وقع على الطائرة، الذي قد قام بالمشاهدة، يعني اللي شاف يا أولاد أو اللي شاهد المسافر، فده فاعل. إيه الحاجة اللي شافها أو اللي شاهدها؟ الطائرة، يبقى كده مفعول به. طب الفعل المثال الثاني، منح الله المسلم عقلا، من الذي منح؟ الله هو الذي منح. منح من؟ المسلم. ما الشيء الذي قد منحه أو هو منحه إيه؟ العقل. إذن هنا يا ولد الفعل منح يتعدى لمفعولين، يعني بينصب مفعولين. فإحنا بنقول في أفعال بتنصب مفعول به فقط، به واحد يعني لا تنصب أكثر من ذلك، وفي أفعال بتنصب مفعولين، وقد يكون هناك أيضا أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، ولكن أنا عايز أكتفي بمفهوم اللازم والمتعدي. يعني نقول كده الخلاصة، الفعل ينصب مفعول به يبقى متعدي، إذا لم ينصب مفعول به يبقى لازم. في أي أسئلة تانية يا أولاد؟ أنا فاتح الصوت، في أي أسئلة؟ أنا مش سامع حاجة بس. أيوة تفضل. تمام، الكل فاهم يعني لازم ويعني متعدي، تمام؟ طيب أنا عايز أفتح صفحة وورد وأعمل مشاركة لصفحة الوورد، تمام؟ وهكتب في الصفحة دي بعض الأسئلة، ماشي؟ وهبتدي طبعا أسأل من خلال أي صفحة وورد مفتوحة. طب ممكن نفتح الصفحة دي؟ أيوة افتحها كده، مش موجودة عندك. طب خلاص يا ولاد مش مشكلة، ممكن أيوة أنا فتحت صفحة وورد أهو. يا ريت لو صفحة ظهرت عندك تقول لي ظهرت. ما ظهرتش. لا ما في حاجة. كده ظهرت يا ولاد. ظهرت. طيب بص يا ولاد،
الكل يسمعني بقى كده، الكل يسمعني. لما اقول كتب، معلش يا اولاد انا هنقول، انقول كتب، معلش انا بستخدم الماوس في الكتابه مش الكيبورد. كتب الطالب، طب خلاص انا معلش عشان انا بستخدم الماوس مش الكيبورد، فانا هقفل الصفحه. يا ريت الكل يلتزم يمسك ورقه وقلم ويكتب ورايا. كتب الطالب، لحظه واحده بس. كتب الطالب الدرس. طب انا فتحت صفحه وورد جديده، الكل شافها. لما اقول كتب انا فتحت صفحه وورد جديده، على نكبر الخط بس يا رجاله اهو. كده شفنا يا مستر. تمام، الكل يركز معايا بقى لو سمحت، الكل يركز معايا. لما اقول كتب الطالب الدرس، يلا حبايبي كل شاف الجمله دي. طيب لما اقول كتب الطالب الدرس، انا عايز اسال بقى الفعل كتب هنا يا اولاد لازم ولا متعدي؟ متعدي. برافو عليك. تمام برافو عليك يا حبيبي، ده فعل متعدي. طب لو انا جيت سالتك قلت لك فين المفعول به، هترد ايه؟ الدرس. تمام برافو عليك، يبقى الدرس هنا مفعول به. اذا هنا يا اولاد كتب فعل متعدي. طب سؤال، الجمله هنا فيها مفعول به واحد ولا اثنين ولا اكثر؟ ها، واحد. يبقى هنا فعل متعدي المفعول واحد. طب يا استاذ انا السؤال هيجي لي ازاي في الامتحان؟ هو هيجي لي سؤال في الامتحان بالنسبه للدرس لحد هذه النقطه هيقول لك استخرج فعل لازم او فعل متعدي، او يقول لك، او يقول لك استخرج فعل لازم او متعدي. تمام، او يقول لك، او يقول لك الفعل ايه، يجيب لك جمله زي الجمله دي كده ويقول لك الفعل ده لازم ولا متعدي، فانت هتختار الايه. اذا كان متعدي هتقول متعدي، واذا كان لازم هتقول لازم. طب لما اقول ذهب محمد الى المدرسه، لازم. برافو عليك، اللازم. شطار يا حبيبي. طب انا اسال بقى سؤال، ليه فعل لازم هنا ذهب؟ عشان مفيش مفعول به، ما نصبش مفعول به. تمام، عشان الى المدرسه ده اسم مجرور، انما محمد ده الفاعل وذهب ده فعل لازم. وفي جر ومجرور. تمام برافو عليك، خلص الكلام يا حبيبي. صح زي ما انت قلت كده، ان ذهب ده اكتفى بالفاعل ولم ينصب مفعولا به. برافو عليك. طب لما اقول احمرت مثلا الورده، اهي احمرت الورده، ها لازم ولا متعدي؟ متعدي. فين؟ طب اللي قال متعدي يقول لي فين المفعول به. لازم. برافو عليك. الورده. لا، احمرت الورده، ايه اللي احمرت؟ بص يا حبيبي هي تبقى لازم يا مستر، صح؟ تمام، اللي قال فعل لازم صح، اللي قال فعل لازم صح. في شويه افعال المفروض تبقى متعدي. طب الكل اسمعني بقى، طالما ان انت حضرتك جاوبت معايا اسمعني بقى انا ارد عليك. بص يا حبيبي، احنا خدنا في السنوات السابقه الفاعل هو من قام بالفعل او اتصف به. يعني يا استاذ سامح قام بالفعل او اتصف به؟ يا اولاد مش ليس شرطا ان يكون الفاعل في الجمله هو الفاعل في الحقيقه. فلما اقول احمرت الورده المعنى تم وخلص وانتهى. لو جيت سالتك ايه اللي احمرت، هتقول لي اللي احمرت الورده، صح كده؟ اذا الورده هنا ايه؟ اذا الورده هنا فاعل. تمام، ليس شرطا ان يكون الفاعل في الجمله هو الفاعل في الحقيقه. طب لما اقول مات الرجل، ها مين يقول لي الفعل مات هنا لازم ولا متعدي؟ لازم. برافو، الفعل لازم صح. ليه؟ مفيش مفعول به. صح، برافو عليك. لما اقول زكوما المريض او الرجل، زكوما المريض او الرجل، اهي
ها من لازم برافو عليك، لازم. لازم لاحظنا حاجة، لما أقول مثلا قال تعالى فبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم سورة يوسف، ابيضت أهو، ابيضت ابيضت ها عيناه ها من الحزن، من لازم الحزن. لازم تمام 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 برافو حبايبي، برافو عليكم، فعل لازم. ايه اللي بيضت؟ ها ايه اللي بيضت؟ عيناه. برافو عليك. اذا عيناه هنا نعرف ايه يا رجاله؟ ها يا فعل. بنات، فاعل. سؤال ذكاء، سؤال ذكاء، ممكن سؤال ذكاء. الفاعل هنا يا ولاد مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع. علامة الرفع ايه؟ اختار الإجابة الصحيحة. هل الضمة؟ اللي قال الألف ممتاز، اللي قال الألف ممتاز، يبقى عيناه فاعل مرفوع بالألف. عشان يا ولاد مثنى، أصلها عينان، عينان، ولما دخلت الهاء أصبحت مضافة. تمام تمام، حذفت النون للإضافة. طيب نرجع للنقطة اللي احنا بنتكلم فيها، النقطة الرئيسية، ايه هي؟ الفعل اللازم، الفعل المتعدي. اذا الفعل بيضت هنا لازم ولا متعدي؟ لازم. لازم لازم. شاطر. هنلاحظ حاجة، الافعال اللي بتدل على اللون زي مثلا احمرت، اخضرت، اصفرت، ها، والافعال اللي بتدل على العيب يعني مثلا عمي، مثلا عمي الرجل، عورت العين، معايا؟ او اللي الافعال اللي بتدل على مرض، دايما الافعال دي يا اولاد بنلاحظ انها بتيجي دايما لازمه. ماشي اهو، اخضرت الاشجار، اهو اخضرت الاش ها جار. لازم. اخضرت الاشجار، برافو عليكم، برافو عليكم، شطار. لازم. هو ايه اللي اختارت الاشجار؟ ايوه بس كده، ايه اللي اختارت؟ زي ما صاحبكم بيقول الاشجار، يبقى فاعل مرفوع بالضمه، والفعل اخضر اكتفى، اكتفى بفاعله. نرجع بقى لل احنا الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الفعل اللازم والفعل المتعدي. ايوه ده ايه ده؟ الكل كده شاف الصفحه الرئيسيه يا ولاد؟ تمام. فاحنا بنقول الفعل اللازم زي ما احنا قلنا يكتفي بالفاعل ولا ينصب مفعولا به، الفعل المتعدي لا يكتفي بفاعله وقد ينصب مفعولا به، قد ينصب مفعولا واحدا، قد ينصب مفعولين، قد ينصب ثلاثه مفاعيل. مش مشكله عندي، مش مشكله عندي حاليا في التوقيت الحالي هو مفعول ولا اثنين ولا ثلاثه، لان الدرس ده ان شاء الله هتاخدوه تاني بالتفصيل في نهايه المنهج، الى الافعال اللي تنصب مفعولين هتاخدوه بالتفصيل، الافعال اللي تنصب مفعولين اصلها المبتدا والخبر، والافعال التي طبعا تنصب مفعولين ليس اصلها المبتدا والخبر، ده درس منفصل في نهايه المنهج. احنا دلوقتي درسنا النهارده عن اللازم والمتعدي. خلاص يا رجاله؟ طيب هناخد أمثلة تانية بقى كده، وانتوا الحمد لله فاهمين. أنا بقى كده إيه الأفعال اللي بتنصب مفعولين، هي مثلا مش هتكلم عنها بالتفصيل، ده تاخدوه إن شاء الله. في أفعال بتنصب مفعولين أصل المبتدأ والخبر، زي علم وجد ورأى، زي ظن حسب زعم خال، زي جعل، هتاخدوه بالتفصيل في نهاية المنهج. هناخد مثلا أهو، هناخد الأفعال دي، لما أقول رأى الرجل صديقه المريض، ماشي، أنا عايز أعرف بس هو لازم ولا متعدي؟ مين يقول لي الفعل رأى الرجل هنا؟ الفعل رأى ده لازم ولا متعدي؟ لازم. متعدي. اللي قال متعدي صح، اللي قال متعدي صح. تمام، لأن رأى هو، مين رأى؟ تمام، مين اللي رأى؟ الرجل. تمام، رأى إيه؟ رأى صديق. الرجل صديقه، يبقى صديقه هنا مفعول به. في نقطة هنا بقى يا أولاد لازم أخلي بالي منها، الفعل رأى ده في الجملة دي بمعنى شهادة مش بمعنى اليقين. تمام، ده مش إيه، مش بمعنى اليقين، وده هتاخدوه بالتفصيل في نهاية المنهج. خلاص ماشي،
انا هكتفي النهارده باللي عليك في 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 منهج الشهر فقط، مش هزود عنه، هكتفي بمنهج الشهر فقط اللي هو اللازم والمتعدي. ماشي يا حبايبي؟ ها مين يقول لي بقى الفعل راء هنا لازم والمتعدي؟ لازم. اللي قال متعدي صح. هسأل سؤال، مين اللي راء؟ الرجل يبقى الرجل يبقى فاعل. صديقه. رأى مين؟ الشخص اللي رأى صديقه. يبقى كده مفعول به. يبقى كده مفعول ايه؟ به. طب بصوا معايا بقى نماذج الاعراب دي، يلا نماذج الاعراب دي كده يا اولاد. بسم الله. لما اقول كسى الله الفقير ثوبا، كسى الله الفقير ثوبا، مين يقول لي يا اولاد الفعل كسى لازم ولا متعدي؟ متعدي. برافو عليك. تمام اللي قال متعدي صح. ومين اللي كسى؟ كسى الله. تمام. كسى مين؟ الفقير. ايوه فقير. تمام مستر. مستر طب الكل يلتزم بالصمت بقى عشان في ولد هنا دخل معايا في الحوار وانا احييه، ولكن استاذنكم ان احنا الكل نلتزم بالصمت عشان خاطر تبقى الدنيا بالنسبه لكم واضحه. انا اللي هتكلم، مين اللي كسى يا اولاد؟ الله. الله. يبقى الله فاعل. تمام. كسى من؟ يعني الله سبحانه وتعالى. كسى مين؟ كسى الفقير. يبقى الفقير مفعول به. طب ايه الحاجه التي كساها؟ يعني كسى الله الفقير، كساه ايه؟ الثوب. اذا الثوب هنا مفعول به ثاني. بس الخلاصه الفعل كسى لازم ولا متعدي؟ متعدي. بس كده. متعدي هنا يا اولاد متعدي المفعول واحد ولا المفعولين؟ مفعولين. طب في واحد قال مستر وسكت، عايز تقول يا حبيبي؟ مستر هو يعني ايه ينصب مفعولين ليس اصل هما المبتدا والخبر؟ ده درس ان شاء الله موجود في نهايه المنهج في شهر 5، انا ماليش دعوه بيه لان انت لسه هتاخدوه. ماشي. انا التزمت فقط بتوزيعه منهج ابريل. تمام. انا ملتزم بتوزيع منهج ابريل. خلاص يا رجاله، بس احنا ايه عرفنا ان في فعل لازم وان في فعل ايه متعدي. ماشي حبايبي؟ في مشكلة؟ في مشكلة في اللي قلته؟ طيب النقطة الثانية، عرفنا ان الجملة ممكن يكون فيها مفعول به واحد لو متعدي، ممكن او يكون اثنين فيها او اثنين او ثلاثة. احنا ملتزمين بمنهج الشهر. خلاص يا حبيبي؟ خلاص. طيب النموذج الثاني، لما اقول ظن المسافر الطائرة واسعة، مين يا ولاد اللي ظن؟ المسافر. المسافر. المسافر ما فاعل ولا لا ولا مش فاعل؟ فاعل. طب ظن ايه؟ الطائرة. الطائرة. يبقى الطائرة هنا ها مفعول ايه؟ مفعول به. مفعول به. هنا المثال متعدي. تمام. واسعة مفعول به. مفعول به تاني. مفعول به تاني. طب هسأل سؤال ممكن؟ اتفضل. انا لما احذف كلمة ظن وكلمة المسافر دي كده انا هحذفها، عايز اشيلها، هتبقى الجملة ايه يا اولاد؟ الطائرة واسعة. الطائرة واسعة. اسأل سؤال، بعد حذف الفعل والفاعل، بعد حذف الفعل والفاعل اصبحت الجملة الطائرة واسعة، دي جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. فهمت ده الكلام ده امتى؟ بعد حذف الفعل والفاعل. في مشكلة؟ لا. إذن هنا بنقول ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني المفعول الأول والمفعول به الثاني في الأصل قبل دخول الفعل والفاعل ها دول زي ما أنا جيت قلت لك يعني فعلا ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهتاخد الدرس ده بالتفصيل إن شاء الله في نهاية الترم إن شاء الله في نهاية الفصل الدراسي الحالي. لو طلعنا المثال اللي فوق اهو، كسى ها بص يا ولاد، كسى الله الفقير ثوبا، هنحذف الفعل والفاعل. ممكن يا ولاد كده نحذف الفعل والفاعل؟ كسى الله اهو. كسى الله. لا هنشيل الفعل الفقير ثوبا. صح كده. صح كده، هنشيل الفعل والفاعل، يبقى الفقير ثوب. الكلام ليه معنى؟ لا. الكلام ليه معنى؟ ملوش معنى. ملوش ايه معنى؟ إذن هنا يا أولاد، طبعا الفعل كسى بينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طب يا مستر، إحنا علينا كلمة ليس أصلهما والكلام ده كله؟
انا ملتزم بمنهج الشهر. ماشي حبيبي؟ وانت بقى معايا في الفصل ومع الاستاذه نبويه في الفصل، اطرحوا الاسئله اللي انتوا عايزينها معانا، ويبقى في مجال للحوار عشان خاطر احنا هنا ملتزمين بمنهج الشهر. هنزل هنا في المثال اللي بعده، هنزل المثال اللي بعده لما اقول اهو يا اولاد اهو، بسم الله، المصنع حول الماء ثلجا. ها مين يقول لي بقى كده كلمه حول دي؟ انا بتكلم على حول. ايوه متعدي. تمام تمام. سؤال، المصنع حول الماء ثلجا، ما نوع الجمله؟ اسميه. برافو، اسميه، اسميه، عشان بدات بايه؟ باسم كلمه ايوه المصنع، وده مبتدا مرفوع بالضمه. تمام. طب سؤال، اين الخبر؟ الجمله الفعليه. تمام، يبقى الجمله الفعليه حول الماء ثلجا. ماشي حبيبي؟ يبقى دي جمله فعليه في محل رفع خبر، واحنا خدنا في الترم الماضي انواع الخبر. نوع الخبر طبعا جمله فعليه. الجمله الثانيه اللي هي حول الماء ثلجا، دي الفعل حول لازم ولا متعدي؟ اللي قال من شويه ها متعدي. تمام. سؤال، الفاعل، اين الفاعل في كلمه حول؟ الفاعل فاعل مستتر تقديره هو. برافو عليك، شاطر. اللي قال مستتر، اللي قال مستتر تقديره هو. يبقى الماء هنا يا ولاد بنعجبها ايه ويا بنات؟ اسمع صوت البنات بي. ها البنات ما بتتكسفش. ايوه البنات ما تتكسفش مني. يبقى هنا الماء مفعول به. طب وسلجن تمشي مفعول به يا ولاد ولا تمشيش؟ مفعول به ثاني. مفعول به ثاني. مفعول به ثاني. السؤال، حول لازم ولا متعدي؟ متعدي. تمام تمام. طب لو انا شلت المصنع، حذفتها وشلت كلمه حول، هنقول ايه؟ الماء ثلج. الماء ثلج. ها مبتدا وخبر. بس الكلام ده امتى؟ الان مبتدا وخبر بعد ما احذف الفعل والفاعل. انت فاهمين يا اولاد؟ اه. عشان كده قال لك ده بينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، وهتاخدوا ده بالتفصيل في نهايه الفصل الدراسي الحالي ان شاء الله. في مشاكل كده يا اولاد؟ تمام. يا ريت بقى الكل يمسك بالورقه والقلم ويعمل الاسئله اللي انا هكتبها لك دلوقتي واجب، ويحلها في البيت، وان شاء الله تعرضها في المدرسه عليا كمدرس البنين، وعلى الاستاذه نبويه كمدرسه البنات. الكل يكتب الجمل دي معايا. اكتب يا مستر. بس انا سامع اهو، انا سامعك. اتفضل، اللي عايز يسال اتفضل. هو لو ينفع حضرتك بس تفتح اللي هو احنا نعمل سكرين شوت عشان. لا معلش انا مش هعمل، معلش انا هكتفي بان انا ان انا يعني مش عايز اعمل سكرين شوت لان انا يعني معلش انا في طلاب الكمبيوتر مش شغال من على الموبايل. طب معلش بس عشان انا ما فيش وقت دلوقتي، الوقت هيخلص، الوقت بيخلص مني. فانا عايز ايه؟ اكتب الجمل اللي هقولها لك دي. قرأ. ثانية بس، انا منتظر حضرتك اهو. يلا. قرأ الطالب قرأ الدرس. قرأ الطالب الدرس. نسيب سطر يا مستر. الكل يا بص، انا فتحت صفحه وورد موجوده قدامك. طب انا هكتب يا برضو اهو. قرأ مستر كده. الحصه خلصت صح؟ هتخلص. انا بكتب اسئله هتحلوها في البيت واجب. قرأ الطالب الدرس. اكتب يا اولاد. فهم محمد القصة. مستر ايه كم جملة؟ مش مشكلة كم جملة، المهم انك تحل. لما اقول اهو اصفرت عين الشمس او عين الولد. اصفرت عين الولد. تمام. انا هنا يا ولاد اهو كتبت الجمل دي، حلوها في البيت واجب، قولوا لي لازم ولا متعدي. ماشي.
يلا كده يعني بتبقي وقت قد ايه؟ متبقى 10 دقائق تمام؟ بس 10 دقائق كده دخلت انا المفروض الوقت المخصص ليا 35 دقيقه 10 دقائق للحصه التي تاليه بس طبعا ده لو في حصه ورايا تمام؟ يلا يا اولاد طب نحل مع بعض كده يلا يلا حظكم معايا وقت يلا نتناقش في الجمل دي مين يقول لي قرأ الطالب الدرس لازم ولا متعدي؟ متعدي برافو عليكي برافو البنت اللي جاوبتني دلوقتي ممكن تعربي لي الجمله دي يا ماما؟ قرأ تبقى فعل مضارع؟ لا قرأ خلاص فعل ماضي فعل ماضي تمام الطالب الطالب هتبقى فاعل ايوه والدرس هتبقى مفعول به تمام سؤال الطالب فاعل مرفوع ولا منصوب يا ماما؟ مرفوع علامة الرفع هنا ايه يا ماما؟ الضمة برافو عليكي طب لو بقول الطالب الضمة تبقى علامة أصلية ولا علامة فرعية؟ علامة أصلية برافو عليكي والدرس انت قلتي مفعول ايه؟ ها؟ مفعول به منصوب علامة نصبه؟ منصوب علامة نصبه الفتحة الفتحة أصلية ولا فرعية؟ فرعية لا الفتحة علامة نصب تبقى ايه؟ ها؟ أصلية أصلية احنا قلنا علامة الضمة في الرفع الفتحة في النصب الكسرة في الجر ولو كان في الفعل يبقى السكون في الفعل المضارع دي كده علامات أصلية كده علامات ايه؟ أصلية أي علامة غير الضمة في الرفع غير الفتحة في النصب غير الكسرة في الجر غير السكون في الجزم يبقى علامة فرعية غير الأربع علامات دول طب عايز أي طالب فاهمة أيوة محمد أي فضل يا حبيبي ممكن طب اللي قال لي أيوة يا مستر هو اللي يتكلم فاهمة أيوة محمد أنا اتفضل يا حبيبي فاهمة محمد القصة ها اعرب الجملة دي فاهمة فعل لازم ماضي مبني على فتح استنى 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 أنت بتيجي تتكلمني في الكلام اعرب الأول انت قلت فعل لازم في خطا هي مش فعل لازم لان انت تسرعت انت تسرعت اعرب الجمله ها فاهمه فعل متعدي تمام بس انا في الاعراب مش انت مش لازم تقول لي لازم ولا متعدي يلا ها فاهمه انت اهم حاجه في الاعراب ايه هتقول لي ماضي تقول لي مضارع تقول لي امر ها فاهمه ماضي فعل ماضي ها محمد فاعل مرفوع علامه رفع الضم القصه مفعول به منصوب علامة نصبها فتحة برافو عليك قول لي بقى كده فاهمة لازم ولا متعدي؟ متعدي بس كده خلص الكلام أي بنت تتجاوب معايا اصفرت عين الولد ها يلا بنوتة اصفرت عين الولد هتبقى اعجبي لي ها اصفرت اصفرة اصفرة فعل مضارع فعل ماضي ايوه فعل ماضي طب والتاء فاعل لا التاء كانت ساكنه يا بنتي ها ابنتي اصفرت تاء ساكنه تبقى تاء تأنيث ماشي انما تاء الفاعل تيجي محركه بالضمه او بالفتحه او بالكسره دي اصفرت خلاص يبقى تاء تأنيث وليست طبعا تاء فاعل انت فاهمان يا ماما؟ طب عيني نعرفها ايه يا بنتي؟ ها نعرفها ايه؟ فاعل فاعل ماله؟ ها؟ مرفوع فاعل مرفوع بالضمة تمام عين الولد الولد مفعول به لا عين الولد رسول الله عمود المسجد كتاب التلميذ ها؟ مين يشترك معايا؟ عين الولد مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه تمام مضاف إليه نلاحظ هنا التركيب الإضافي عين الولد عين مين؟ عين الولد يبقى الولد مضاف إليه يبقى اصفر هنا يا ولاد اصفر هنا لازم ولا متعدي؟ لازم تمام فعل لازم طب بص بقى المثال اللي هكتبه لك ده المثال ده مهم جدا لما أقول مثلا أعطيتك أعطيتك الكتاب ها؟ مين يقول لي أعطيتك الكتاب؟ الفعل هنا أعطيتك كم كلمة؟ فعل لازم ثلاثة قبل ما تجاوب قبل ما تجاوب أنا جاوب على أسئلتي اللي قال فعل لازم غلط جاوب جاوب على أسئلتي ثلاث كلمات مش بس كده أنا قلت أعطيتك كم كلمة اللي قال ثلاث كلمات صح
ليه؟ لان احنا بنتكلم في النحو دلوقتي مش في الاملاء. اعطيتك، اعطى، والتاء والكاف. ماشي يا اولاد؟ افتكر معايا، اذا اتصل الفعل بضميرين، ها الضمير الاول هيكون فاعل والضمير الثاني هيكون مفعول به. ماشي يا حبايبي؟ يبقى التاء، التاء في كلمه اعطيتك، التاء هنا يا اولاد هتبقى تاء ضمير فاعل. ضمير، وطبعا والكاف كمان هيكون ضمير، اعطيتك. ماشي يا حبايبي؟ طبعا هنا اعطيتك، هنا لو احنا كبرناها شويه اهي هنلاحظ ادي في ضمير التاء وكمان الكاف. الفعل يا اولاد لما يتصل بضميرين، الضمير الاول بيكون فاعل والضمير الثاني يكون مفعول به. ماشي؟ عايزين نعمل المثال، اصفرت عين الولد واعطيتك الكتاب. هنقارن ما بين الفعلين. التاء في كلمه اصفرت، احنا قلنا تاء فاعل ولا تاء تانيث؟ تاء تانيث. تاء تانيث. اذا التاء هنا في كلمه اصفرت ليست ضمير، ليست ضمير، هي حرف للتانيث. لكن لما اقول اعطيتك التاء فاعل، تاء فاعل، والتاء هنا هتبقى طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل. اذا يا اولاد اعطيتك لازم ولا متعدي؟ متعدي. برافو. طب سؤال، اللي فهم فيكم يقول لي الكتاب نعربها ايه؟ ما اعراب كلمه الكتاب؟ قول بيه ثاني. برافو، مفعول به ثاني. شاطر شاطر يا حبيبي، برافو عليك. طبعا يا اولاد اديكم مثال ثاني، يعني مثلا على سبيل المثال العلم مصطفى، العلم يفيد العلم. ثانية يا حبيبي اكتب الجملة دي وبعدين اسألك. العلم يفيد البشرية. يلا اسأل يا حبيبي، كنت عايز تسألني دلوقتي، اتفضل. هو إعراب المفعول به ثاني بتعرب نفس إعراب المفعول به العادي؟ هو مفعول به وخلاص، مفعول به ثاني منصوب بالفتحة وخلاص وخلص، أو لو كان مثنى أو كده منصوب بليه على حسب الكلمة. هو المفعول به منصوب على طول زي ما أنت متعود. خلاص يا حبيبي؟ طب العلم يفيد البشرية، لما أجي أقول يفيد البشرية، العلم يفيد البشرية هنا يا أولاد الفعل يفيد لازم ولا متعدي؟ متعدي. برافو، المتعدي صح. سؤال، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. برافو، ضمير مستتر تقديره هو، والبشرية مفعول به منصوب بالإيه؟ ها؟ بالفتحة. سؤال، متبقي دقيقتين بالتحديد، أنا سأكتفي بهذه الجملة وبسؤال آخر وأنهي إن شاء الله. ماشي يا أولاد؟ يبقى العلم هنا مبتدأ ويفيد البشرية جملة فعلية خبر. في أسئلة؟ آخر سؤال عشان ما تتلخبطش، أنا عايز أقول السؤال ده، لما أقول مثلا ذهب، أهو ذهب الطالب، الطالب إلى المدرسة ذهابا، ذهابا، مين يعرب؟ هنا ذهب مستر يفعرب. اتفضل. انا عايز انهي الجمله وانهي الحصه، الكل يلتزم بالصمت. ذهابا نعملها ايه؟ ذهابا مفعول مطلق به يا اولاد ولا مطلق؟ مفعول مطلق. مطلق مش به، مش به. يبقى خلاص يا اولاد، طالما انه مفعول مطلق يبقى الفعل لازم هنا في ذهب لازم يكون مفعول به، لازم يكون مفعول به. فهمتني؟ ماشي يا اولاد. وذهب ذهابا، ذهب ذهابا، ضرب ضربا، شرب شربا، كده مفعول مطلق. كده مفعول ايه؟ مطلق. يعني واحد سالني مثلا، سيبنا كمل كلامي عشان الحصه تخلص. الفعل المتعدي يكون يا اولاد مفعول به، انا قلت به. ماشي يا اولاد؟ مفعول مطلق لا، مفعول لاجله لا، ظرف زمان لا، انا قلت مفعول به كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان كده خلصت الكلام اللي انا عايز اقوله، ويا ريت الكل يقوم بكتابه الاسئله وارسالها لي في الفصل مع استاذ، مع الاستاذه النبويه في البنات وانا في البنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.